مرحبا أعزائي المشاهدين، معاكم الشيف إدمون اللي أول مرة يشاهد قناتي. أتمنى يفعل الجرس ويشترك بالقناة ويسوي لنا لايك وشير للفيديو. وصفتنا هي خبز صحي، خبز دايت، خبز لمرضى السكري يقدرون يأكلون من عنده. هاي الوصفة كلش لذيذة وبمكونات بسيطة جدا. تابعوني التفاصيل بعد الفاصل ونرجع لكم. رجعنا لكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين. 140 غرام حطينا عدس أخضر، نقعناه بالماء. أول مرة غسلناه جيدا، نغسله ونذب الماء عدة مرات. نقع العدس تقريبا ليلة كاملة أو 12 ساعة بالثلاجة نخليه، وبعد ذلك نطلعه. هاي بعد ما طلعناه نشفناه من الماء، مو نشفناه ولا صفيناه من الماء. هاي راح نخليه بهاي الانجانة او معجانة، شو نسموها ما اعرف شو يسموها في عند الدول. راح نخلي نصف ديسيليتر من المي اول بداية، وثلاث ملاعق من زيت الزيتون. هاي الوصفة كثير لذيذة، جربتها واني دا استعملها على طول بالبيت. راح نخلط المواد بخلاط اليدوي الى ان يصير عندنا العدس، يصير عندنا مثل العجينة، ونحاول ننعم العدس قدر المستطاع إلى أن يصير عندنا مثل ما قلنا لكم عجين. تلاحظون نعمنا. طبعا عندي هذا الميكسر، عندي عندكم محضرة الطعام نسميها احنا ست البيت. نخلي نصف بعد ما هرسناه، نخلي نصف ديسيليتر من المي الآخر، يعني المقدار الكلي للمي 1 ديسيليتر مي، ويكون مي عادي من الحنفية أو مي درجة حرارة الغرفة. نخلطها جيدا، وبعدين راح نخلي البهارات مالتنا. هاي تقريبا أقل من 3/4 ملعقة، 10 غرام من الملح، ملح الطعام، ونخلي كمون، كزبرة هم حسب الرغبة، البهارات والملح حسب الرغبة. وهي عندنا السيليليوم، هذا 2 ملعقة طعام من السيليليوم على بود يتماسك العجين مع بعضه. وعندنا هنا 1/2 ملعقة طعام بيكنج باودر أو بوك بولفر نسميه بالسويدي، ونخلط المواد جيدا إلى أن تتماسك وتصير عندنا عجينة لينة وطرية. طبعا هاي العملية بس مجرد انه تنخلط المواد جيدا، يعني ماكو عجين وماكو شو اسمه مثل العجين العادي. نخلطها جيدا على مود البهارات تندمج وياها والملح والزيت وكل شيء. نهاية طريقة، وبعدين راح نبلش شوية ندهن ايدينا بالزيت وعلى مود نكور الكرات. احنا بهاي الحالة شنو نريدها؟ نريدها اذا نسوي مثلا نسويهم للهمبرجر بس نسويهم مدورين ونحطهم، واذا نريدهم خبز عادي ناكل نغمس وناكل ندوسها مثل ما تلاحظون دا ادوسها اني ندوسهم بإيدينا. تطلع تقريبا هاي المجموعة 5 قرص أو 5 قطع. نخلي عليهم حبة السودة إذا نحب، سمسم إذا نحب، أي نوع من البذور الناعمة للتزيين. وراح دخلناه بالفرن بدرجة حرارة 200 درجة مئوية 25 دقيقة أو 180، وصار جاهز بعد 25 دقيقة بالضبط. طبعا حسب الفرن اللي تستخدموه انتو.
كل شيء كل شوية تلاحظون إذا صار عندكم تحمر شوية لونه معناته صار جاهز. لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب تشجيعا لنا، راح نقدم لكم وصفات كثير جميلة. تابعوني بفيديوهات قادمة وراح يطلع لكم لينك بالحرف الاي فوق الشاشة، راح يطلع خبز الكيتو بالطحين السمسم وطحين جوز الهند. وإذا عندكم أي استفسار أو أي سؤال تسألوني تقدرون تكتبون بالتعليقات، إن شاء الله أنا أشوف أجاوب عليه، وأكثر التعليقات تكون أجاوب عليها بصدق وأمانة. هذا الفيديو إذا تشاركوه مع أصدقائكم تسوون تشجيع للقناة وتسوون اشتراك للفيديو. عندي كثير من الوصفات بقناتي أيضا تقدرون تشاهدوها، أتمنى تنطوني رأيكم بهاي الوصفة. تابعوني كل شيء جديد إذا تسوون اشتراك يطلع لكم تنبيه أنه نزلت فيديو جديد. هذا دا تلاحظون شكلها كثير جميل، والخبز مالتكم هذا يطلع بكثير ناعس. أتمنى تجربوها، تكتبوني بالتعليقات. إن شاء الله أنزل فيديوهات عن الكيتو دايت، عن الخبز والأطعمة. نزل أنا كم شغلة هم كيتو دايت مثل البيتزا بعجينة السمسم والعجينة النشاس ما بالطحين السمسم وجوز الهند. تابعوني في فيديو قادم إن شاء الله ووصفة جديدة، وتحياتي الشيف إدمون، ونشوفكم بفيديو قادم يا رب بخير وسلام. Thank you.